يقول أحد الإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى: أريد أن أعرف منك عن الأوقات المفضلة للدعاء والتي تكون أوقات استجابة. نعم إن شاء الله تعالى، هذا من حسن فقه التعامل مع الله، فينبغي للمسلم أن يبحث ويسأل عن هذه الأوقات المفضلة، فإن لربكم في دهره نفحات فتعرضوا لها، أي أن الله تعالى في الأزمنة التي يجريها في الكون يختار منها بإذن الله تعالى أوقاتا فاضلة يستجيب الله فيها الدعاء ويكثر فيها الخير للناس. ففي اليوم مثلا اليوم إن شاء الله تبارك فيه إن شاء الله تبارك وتعالى أفضل أوقات الاستجابة عند الأذان، الأذان تاع الصلوات. ثانيا بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. ثالثا بعد الصلاة في دبر كل صلاة. رابعا بعد تمام أي عمل صالح تقوم به كختم القرآن، إذا ختمت القرآن كفعل عمل صالح، فحينما تقرب الله بعمل صالح فذلك قمن إن دعوت الله أن يستجاب لك، لأنك تقدم بين يدي الدعاء عمل صالح، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح. هذا في اليوم. ثم في نفس اليوم هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى جوف الليل، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل. ثم إن شاء الله في الثلث الأخير من الليل ينزل ربك نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجبه؟ حتى يؤذن لصلاة الصبح. ثم هنالك إن شاء الله وأنت ساجد بين يدي الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال تعالى: فاسجد واقترب. هذا في اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما في الأسبوع فهنالك في الجمعة ساعة استجابة ما يصادفها العبد يدعو بخيره الدنيا والآخرة إلا أكرمه الله بذلك. ثم هنالك إن شاء الله في الشهور شهر رمضان يستجيب الله تعالى دعاء الصائم، قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة ما ترد ما ترد. ثم هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى وقت السفر، فإن المسافر لأنه يعاني من وعثاء السفر يستجاب له. ثم هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى دعوة المظلوم، إذا كان الإنسان مظلوما يرفع الله دعوته فوق الغمام، فيقول الله: لا وعزتي وجلال أنصرنك ولو بعد حين. ثم هنالك دعاء الجيوش عند التحام الصفين يستجيب الله لمن يدعو في الجهاد. ثم عند نزول الغيث يستجيب الله تعالى العبد عند نزول الغيث. ثم بعد ذلك يستجيب الله تعالى إذا كنت قاصدا الحج، فالحجاج والعمار وفد الرحمن، إن سألوه أعطاهم ودعاهم فاستجابوا له. ثم الذي يمشي في طريق مكة، ثم الذي يرى بيت الله الحرام، ثم ما بين الركن والمقام، ثم عند الملتزم، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى في أماكن الغفلة كالأسواق حينما يغفل الناس، هذه كلها أماكن يستجيب الله فيها الدعاء. ثم عند الفرح الشديد، لأن الفرح الشديد إذا لم تنسى الله فهذا علامة على استحضار الله تعالى في كل نعمة. ثم عند الحزن الشديد، عند الحزن الشديد. ثم إذا خلوت بربك في جوف الليل وفاضت عيناك من ذكر الله، فإن الله قمن أن يحشرك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى يوم عرفة، ثم هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى يوم عاشوراء، ثم هنالك بإذن الله تعالى أوقات كلما استحضرت الله ودعوت الله تعالى بصدق واضطرار يستجيب الله لك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف عنكم ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أيلاه مع الله؟ طبعا لا إله إلا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد.